السلام عليكم. احنا دلوقتي هنعمل مراجعة على محاضرة الريتاتشنج. الريتاتشنج ده معناه اني عندي عيب في صورة معينة فانا بصلحه. ادوات الريتاتشنج عندي كتير ومتقسمة لمجموعات، هنتكلم على كل مجموعة بشكل منفصل دلوقتي. خلينا نفتح الصورة دي كده على الفوتوشوب. اول لما هاجي ابص في التولز بانل بتاعتي هلاقي ان انا عندي اول مجموعة من مجموعة الريتاتشنج، وهي مجموعة السبوت هيلينج براش واخواتها. يعني هما تقريبا بيشتغلوا بنفس الطريقة، السبوت هيلينج براش والهيلينج براش والباتش تول والريد اي تول. دي ضيف شرف كده بتعمل حاجة معينة هنشوفها دلوقتي. خلينا نبتدي بالسبوت هيلينج براش. انا اخترتها وهعمل زوم ان كده. خليني اكبر التب بتاعتي. لاحظوا ان الاداة دي بما ان جنبها كلمة براش فهي عندها معاها التب اللي بنقول عليه او سن القلم اللي بنكبره بالدال او الرايت براكت كي او بنصغره بالجيم اللي هو الليفت براكت كي. دلوقتي لما اجي الاحظ ان في الصورة دي الولد ده عنده سبوتس كده في وشه او حبوب، لما اضغط كليك واشيل ايدي وكليك واشيل ايدي وكليك كده، هنا الفكرة ايه؟ يعني هنا الموضوع مش سحر، الفكرة هنا في اني بشتغل على الصورة بتاعتي ان انا الكليكاية الواحدة دي كده بتعمل ايه؟ المكان اللي انا ضغطت فيه كليك ده ببتدي اخلي الفوتوشوب يجيب بيكسلز داير ما يدور التب اللي انا فيها دي دلوقتي ويحطها ويخلطها بالوان البكسلات الاصلية. خليني ارجع مثلا على صورة تانية زي صورة البنت دي كده. وهي هي نفس الفكرة بتاعتي، ان انا مجرد ان انا بضغط كليك فقط لا غير كده، كليك اهو، ببتدي اجيب بيكسلز داير ما يدور التاب ارميها على البكسلات الاصلية ويختلطوا ببعض. طيب خلينا نشوف الأداة دي بتشتغل بطريقة more advanced، بس خليني هقف كليك يمين وأقول له reset tool عشان أبقى متأكد إن أنا بشتغل بالإعدادات الأصلية بتاعت أنا وقفت عند الأيكون ده كده، وقفت كليك يمين وقلت reset tool عشان أرجع الأداة بتاعتي لإعداداتها الأصلية. هجيب صورة الراجل والست دول كده وابتدي اقرب شوية كده. الاحظ ان الست دي عندها فرينكلز كده او تجاعيد في وشها، انا عايز اشيل التجاعيد دي. بس لو انا اشتغلت مباشرة على اللاير ده كده اهو، صحيح انا بشيل التجاعيد بس برضو افقدت الست دي كده سنها. يعني دي حاجة كده مش طبيعية، مش لوجيك ان الوش يبقى بالنعومة دي، خصوصا ان انا باقي البشرة عندي فيها سبوتس او اثار ل يعني سبوتس صغيرة كده. لا مش حابب ان الدنيا تبقى معايا كده. هدوس F12 ارجع الصورة زي ما كانت، وهبتدي اعمل من هنا كده نيو لاير او لاير فاضي. ليه هعمل لاير فاضي؟ عشان البيكسلز اللي هتتكون معايا تتكون في اللاير ده وبس. المهم عندي دلوقتي ان انا اكون مختار sample all layers. تاني انا دلوقتي عملت new layer وانا مختار اداة ال spot healing brush، واكون من فوق من ال options bar مختار حاجة اسمها sample all layers، وانا منشط ال layer الفاضي اللي انا واقف عليه. خلينا نعمل زوم ان كده شوية وابتدي كليك واسحب كده اهو. سوري انا بس اعمل sample all layers اهو، ابتدي بقى اشتغل كده اهو. طب هو فايدة بقى اللاير الجديد اللي انا عملته ايه دلوقتي؟ خلينا نشيل الحتة دي كمان. فايدة اللاير الجديد ان انا لما اجي اخفي اللاير الاصلي بتاعي الاقي ان البيكسلز الجديدة اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتتجاب من داير ما يدور التاب بتاعتي وتترمي عشان تختلط بالبكسلات الاصلية بتاعتي، اترمت فين؟ اترمت في لاير لوحده. بمعنى ان انا حافظت على اللاير الاصلي بتاعي بدون ما اغير البيكسلز بتاعته. بس انا هنا مستفيد برضه استفادة تانية. يعني خلينا بس نكمل كده حتة زي دي كده وحتة زي دي كده
وحاجة زي كده أهو، ومنطقة زي دي كده. بصوا الدنيا هنا هتبوظ. مدى الاستفادة بقى من القصة دي، خلينا نعمل كنترول صفر، أرجع فاتن ويندو، إن اللاير الجديد اللي فيه البيكسلز بتاعتي دي هقلل الأوباسيتي بتاعته شوية، بحيث إن أنا أكون عملت إيه؟ أنا مش شلت التجاعيد، أنا قللت التجاعيد شوية، قللت التأثير بتاع التجاعيد شوية. بصوا بقى دلوقتي قبل وبعد، خلينا نعمل زوم إن شوية كده أهو، كده قبل وكده بعد. أدي الفكرة إن أنا بشتغل بأداة السبوت هيلينج براش، وأنا عامل سامبل أول لايرز في اللاير لوحده. طب أمال الهيلينج براش بتعمل إيه بقى؟ الفرق بين السبوت هيلينج والهيلينج إن السبوت هيلينج لوحدها بتعمل إيه؟ إحنا قلنا إنها بتيجي كده، أكبر بس الدال، لما أضغط كليك البيكسلز الجديدة بتيجي منين؟ بتيجي من داير ما يدور التاب بالظبط. أما الهيلينج براش فأنا بعمل إيه؟ بختارها أو كده وأدوس ألت وكليك على الحتة اللي أنا هاخد منها، مش أنا يعني مرتبط إنه لازم ياخد من داير ما يدور التاب بتاعتي كده، ألت وكليك أهو. أنا لما أجي أحرك بقى دلوقتي لاحظوا إن التاب مليانة بشوية بيكسلز، هي دي البيكسلز اللي أنا دلوقتي لما أضغط كليك هتختلط بباقي البيكسلات اللي موجودة هنا كده أهو، ألت وكليك أهو، الت وكليك، واجي اضغط كليكايه هنا كده والت وكليك كده في الحته دي عشان انا اخدت منين، اخدت من هنا، واجي بقى ايه كليكايه هنا كده الت وكليك. ادي الفرق بين الهيلينج براش والسبوت هيلينج براش. السبوت هيلينج براش تاني بتشتغل بكليك فقط لا غير، اما الهيلينج براش فانا محتاج ان انا الت وكليك عشان اعمل تارجت لمجموعه بيكسلز معينه هاخدها ارميها على البيكسلات الجديده من منطقه مش من داير ما يدور التب وبس، انا اللي بنقي الحته اللي هاخد منها التارجت وبعدين بضغط بعد كده كليك على الحته اللي انا عايز اعمل لها ريتاتشنج. الباتش تول على فكره، الباتش تول بتشتغل برضو بنفس الطريقه، ان احنا بناخد شويه بيكسلات نرميها على بيكسلات قديمه فيختلطوا ببعض فيخفوا عيب معين في الصوره. خلونا نجيب الصورة دي كده اللي هي دي وهرميها هنا كده، وابتدي استخدم أداة الباتش تول. انا عايز اشيل شوية البط اللي موجودين دول. الباتش تول دي قريبة قوي من أداة سيلكشن اسمها اللاسو تول. كليك واسحب كده، انا برسم بايدي، اول لما اشيل ايدي هيحصل سيلكشن. هو في الحقيقة هو مش سيلكشن ولا حاجة، هو عبارة عن المنطقة اللي أنا عايز أعالجها. أجي أقف جوه السلكشن اللي أنا عملته ده كده كليك وأبتدي أسحب كده، فأبتدي أنقي المنطقة التانية دي هي اللي هتبتدي يحصل فيها إيه؟ اللي هبتدي أرمي من عليها، اللي هبتدي أرمي، سوري أنا برضو كان في حاجة اسمها ترانسبيرنت، يعني هقف بس كليك يمين وريسيت تول الأول. انا بس هعمل سيلكشن كده اهو حوالين مجموعة البط ده كده، وبعدين امسك سيلكشن واعمل كده اهو، اعمل سيلكشن كمان مرة على البطة دي كده، وابتدي اعمل ايه اسحبها وانقي الحتة اللي انا عايز اجيب منها البيكسلز تترمي جوه المكان اللي انا عايز اصلحه. نفس الفكرة، امال ايه الفرق بين السورس والديستنيشن؟ هي عملية عكسية. هنا انا بنقي المنطقة اللي انا عايز اعالج بيها وارميها على المنطقة اللي فيها مشكلة اللي هي البط ده كده. يبقى ادي كل الفكرة بتاعة الباتش تول. فاضل لي أداة واحدة في المجموعة دي اللي هي الريد اي تول. امسك الصورة دي كده افتحها. الريد اي تول دي باختصار شديد جدا ان انا بمسك الأداة دي كده واجي اقرب من العين اللي فيها اللون الاحمر ده. اللون ده طبعا العيب، ده طبعا العيب الشهير لما بكون بصور بيكسلز، بصور صورة الدنيا ضلمة أو الإضاءة مش كافية والكاميرا بيبقى فيها فلاش، فيطلع معايا في حدقة العين كده ظل لونه أحمر. فأضغط كليك كده وأضغط كليك كده، هي الأداة دي باختصار شديد بتعمل إيه؟ لما بتلاقي شوية بيكسلات فيها لون أحمر زيادة فبتحول الأحمر ده لجراي سكيل زي ما انتوا شفتوا كده.
الأداة التانية اللي هي أداة الكلون ستامب تول. أداة الكلون ستامب تول دي واحدة من كلاسيكيات الأدوات بتاعة الفوتوشوب. خليني أرجع لصورة معينة إحنا كنا شغالين عليها، اللي هي الصورة دي كده. أدوس بس F12 أرجع الصورة زي ما كانت. أداة الكلون ستامب برضو عندي تاب أكبره بالدال كده. الأداة دي بتشتغل إزاي؟ Alt وكليك، باخد نسخة من مجموعة بكسلات واروح مكبر التاب بتاعتي كده واضغط كليك. هنا البكسلات اللي انا بنقلها مش بتختلط بالبكسلات بتاعة الصورة او البكسلات الاصلية، لا ده انا دلوقتي بنقل البكسلات زي ما هي بنفس الاوباسيتي بتاعتها بنفس الالوان. لاحظوا معايا ان انا لما اكمل رسم كده فانا بعمل ايه؟ بنقل من هنا كده لهنا كده. طبعا انا عندي التاب بتاعتي عبارة عن برش، ممكن أتحكم في الهاردنس بتاعتها، إما إنها تبقى 100% تبقى حادة جدا، أو إني أقللها شوية. لاحظوا دلوقتي النتيجة هتبقى أكثر نعومة، يعني أهو كده الحواف هنا أنعم من هنا. طيب إيه تاني مهم في الكلون ستامب؟ حاجة اسمها الألايند سامبل. أنا لما بضغط ألت وكليك كده لاحظوا معايا إن في على وش البنت كروس. الكروس ده معناه هي المنطقة اللي أنا باخد منها البكسلات بتاعتي. طول ما انا دايس الالايند سامبل دي هيبقى الكروس والتب على زاوية واحدة وبعد واحد، يعني مهما اشيل ايدي وكليك واسحب تاني كده هو لوحده عارف ان في منطقة معينة هياخد منها. طيب استفدت انا ايه مثلا ان انا، او ايه الفرق، ايه اللي هيحصل لما اشيل الالايند دي؟ ادوس تاني F12 ارجع اللي هو الفاير ريفرت، الت وكليك. انا دلوقتي شايل الالايند سامبل اهو، يبقى الكروس هنا كده على وش البنت. اجي هنا تاني اضغط كليك، ملوش دعوة بقى، هو من المنطقة اللي انت اخترت منها هتبقى معايا على طول، دايما البداية هتبقى من وش البنت، ملوش دعوة بالزاوية اللي احنا قلنا عليها ولا المسافة الثابتة ما بين التب وما بين الكروس. اهو كده دايما الكروس على وش البنت، دايما الكروس على وش البنت. ايه تاني موجود اللي احنا خدناه، اللي هي الادوات بتاعة الدوج تول والبرن تول والسبونج تول. نفس الصورة دي كده كنترول صفر وبرضو F12 عشان ارجع الصورة زي ما كانت. اداة الدوج تول هي الاداة اللي بتفتح البكسلات، اداة البرن تول هي اللي بتغمق البكسلات، اداة السبونج تول هي اللي بتدي ساتوريت للالوان بتاعتي. خلينا نبتدي بالدوج تول. الدوج تول دي هي بتفتح شوية بكسلات، الولد ده كده عنده شوية سواد في عينه، فهبتدي بالدوج تول ابتدي اعمل كده. لاحظوا معايا ان السواد ابتدى يروح. ليه السواد ابتدى يروح؟ لانه ابتدت البكسلات دي تتفتح. طبعا انا شغال هنا باكسبوتشر 20%، الاكسبوتشر ده مقدار التأثير بتاع الاداء، انا لو عايز اكبره او اصغره دي بتاعتكم انتوا. اما البيرن تول فهي العكس، فدي الاداء اللي بتغمق البكسلات. انا هنا هبتدي بقى ايه، يعني اغمق عينين الولد ده لدرجة ان انا ممكن يبقى عامل زي ما يكون واخد بوكس في وشه كده او ان هو مخبوط. هو ليه الخبطة دي ابتدت تبان؟ لان انا ابتديت اغمق الوان البكسلز اللي انا بشتغل بيها. وطبعا زي نفس الفكرة، فكرة الاكسبوتشر اللي هي قوة تأثير الاداة بتاعتي. انا عندي مثلا اجيب بس الصورة دي ولو ان هي مفتوحة برضو. الأداة دي أداة السبونج تول، كلمة سبونج يعني سفنجة، والسفنجة دي إما بسحب بيها لون أو إن أنا لما بضغط عليها تنزل لون. السبونج تول باختصار شديد كده، يا إما عندي ببص في المود، يا إما دي ساتوريت أو ساتوريت. افتكروا معايا لما كنا في المحاضرات بنقول إن الساتوريشن ده هو عملية تشبع للألوان، إن أنا بزود التشبع للألوان، أو الدي ساتوريت ده اللي هو إن أنا بدي البكسلات بتاعتي أبيض وأسود. يبقى الساتوريت ده معناه لو انا جيت عند وش البنت دي كده اهو وابتديت اشتغل، لاحظوا ان انا ببتدي ادي عمق للالوان بتاعتي، او ان انا مثلا لو جيت عند لون الشعر واخترت الدي ساتوريت، بصوا بقى ايه اللي هيحصل، انا هبتدي اقلل التشبع بتاع الالوان لدرجة ان انا بلغي الالوان خالص واخلي الصورة بتاعتي المنطقة دي ابيض واسود.
ده باختصار شديد اللي قلناه في محاضرة الريتاتشينج، وشكرا لحسن الاستماع.